الأرض العمانية أرض غنية بالمنتوجات الزراعية، وتنفرد بعض ولايات السلطنة بزراعة محاصيل ذات مردود غذائي واقتصادي وفير، كمحصول قصب السكر الذي بات من المحاصيل التي تلقى اهتماما من مزارعي ولاية بهلة. هذا هو موسم الحصاد لهذا المحصول، والذي عادة ما يبدأ خلال الفترة من منتصف شهر فبراير وحتى بداية شهر إبريل. ومع تنامي زيادة المساحة المزروعة، قرر المزارع عبد الله الوردي إقامة مصنع أكثر تطورا لإنتاج السكر الأحمر المحلي. المزارع العماني يحرص بنفسه على متابعة المحصول والحصاد، حيث تبدأ المراحل بقطع عيدان القصب وتنظيفه من الورق والشوائب. تبقى في المرقة يتبخر منه، يطلع الماء، يبقى السكر. من بعد السكر يعني صلب السكر في المرقة هذا، طلعنا وعقدنا فوق بركة اسمنت هذا تجفيف المدة يوم واحدة. ثاني يوم نعبي في ظروف ما سعيف النخيل. أما الآلات الحديثة في عمليات عصر القصب وإنضاج العصير حتى يتحول إلى اللون البني، سهلت كثيرا على المزارعين وضاعفت من كميات الإنتاج. وزارة الزراعة تدعم، دعمت المزارع هذه بالمظلة ودعمته بالمعصرة هذه، وإن شاء الله في دعم متواصل من المزارعين الآخرين، ورايحين إن شاء الله احنا أيضا نوبة نرفع مقترح للوزارة بدعم هذه المضخات اللي هو أدخل المزارع بنفسه. ويتم إنضاج العصير في مراجل إسمنتية واسعة، حيث يغلي العصير لمدة تصل إلى 3 ساعات، ومن ثم مرحلة التجفيف داخل برك مغلقة، ويعبأ المنتج بداخل أظرف خاصة مصنوعة محليا من سعف النخيل، ليتم بعد ذلك تسويقه ويدخل في الكثير من الصناعات الغذائية المحلية، وفي مقدمتها صناعة الحلوى العمانية. السكر فيه فوائد وايد. هذا أول بالأولية عندك مغص، كان خذ لك شوية من هذا دواء. بعد عندك حلوى العمانية أو بديل من سكر البيض هذا. هي الأرض العمانية إذن يزداد عطاؤها كلما وجدت من يعطيها، والمزارع العماني أثبت جيلا بعد جيل تمسكه بالأرض وبفلاحتها. سعيد بن الذيب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية بهلة.